السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب قناة جيبخو. أطلب من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. في نهاية الحلقة الماضية كان اللغز هو أين تقع أعلى نقطة على سطح الأرض؟ والجواب هو قمة إيفرست بجبال الهيمالايا بعلو قدره 8864 مترا. أما الآن أترككم مع فقرات الحلقة الثامنة من جيبخو كيدز، ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس والإعجاب بفقراتنا لاستمرار قناة الذكريات وفرجة ممتعة. نبيه، هل تركنا العم هشام وذهب؟ نبيه، هل تركنا العم هشام وذهب؟ نبيه، هو نبيه، هل ها هل تركنا العم هشام هشام وذهب ها وذهب هلال مهر هاتف. هرة مهد منبه هلالية. رأى كريم الهلال. رأت مريم الهلال. ألاحظ وأقرأ. ما هذا؟ هذا منبه. هذا هاتف. ماذا تفعل الهرة؟ تأكل الهرة. مريم، أين المنبه؟ المنبه بالمكتب. ألاحظ وأقرأ. ماذا رأت مريم؟
رأت مريم الهلال، تركنا الهر وهرب. هل تعلم أن المادة الأساسية التي تستخدم في صناعة الزجاج هي الرمل؟ القطة المدللة. كانت فتاة ترسم صورا، وبجانبها قطة. نظرت القطة إلى الصور وسألت الفتاة: ماذا تفعلين؟ إنني أرسم لك منزلا، انظري، ها هو ذا السقف، وها هي ذي المدخلة، وهذا باب المنزل، وأين النوافذ؟ إن القطط تقفز من النوافذ، ها هي ذي الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، وأين سأتنزه؟ سأرسم لك حديقة. لما رأت القطة الحديقة ضحكت ساخرة وقالت: أية حديقة هذه؟ إني لا أرى فيها أشجارا ولا زهورا. قالت الفتاة: انتظري، ها هو ذا حوض الزهور، وها هي ذي أشجار التفاح والقرص. فاحت القطة: وأين أصطاد السمك؟ رسمت الفتاة حوضا تسبح فيه سمكات. سألت القطة المدللة: أين الطيور؟ أين الفئران؟ ها هي الطيور، أما الفئران فلا مكان لها في هذا المنزل. قالت القطة ساخرة: ومن يكون رفيقي في مسكني؟ هذا الكلب. انتفش شعر القطة وانصرفت مغضبة، وكأن أحدا أهانها. قالوا ناس زمان. شكون قال؟
خسارة خسارة، والربح ربح، شحال من خسارة ربح، وشحال من ربح خسارة. كاين اللي ربح وخسر ناسو ونعاسو، وكاين اللي في الخسارة عاد عرف قيمة راسو. Dans la maison de Mina, il y a une table, un tapis et des matelas. Le chat attrape une petite souris. Le stylo de Tijani, une porte, une fenêtre, la télévision, la tête, une table, un tapis, des matelas, une petite souris, une porte, une fenêtre, une télévision, la tête. Le chat a attrapé une petite souris. Va-t'en, dit Mina. Mange ta petite souris dans la cour. Et elle dit à son petit oiseau. Chante. Petit, chante. Mina porte la cage à côté de la fenêtre. Elle ferme la porte et regarde la télévision. Plus tard, il sera trop tard. Ta vie, c'est maintenant. Misoul et Safa. Misoul est un petit martien. Il vient de la planète Mars. Il a une amie sur la Terre, Safa. Safa habite
dans un village. Ses parents ont une maison avec un jardin. De temps en temps, quand Misoul a fini son travail, il fait un voyage vers la terre pour voir son ami. Une fois, Misoul avait dit à sa femme, chez nous, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de feuilles qui s'envolent, il y a seulement du métal et de la lumière blanche. Sur Mars, le temps a passé depuis la dernière visite de Misoul à son ami Safa. Maintenant, Misoul est prêt pour un voyage vers la Terre. Il doit se poser au même endroit que la première fois. La Terre se rapproche et elle est comme une bille dans l'espace. Oui, elle grossit, grossit. Plus vite, encore plus vite. إن شاء الله.